أي أنه غير مملوك، لا يزال صيدا، أي أنه غير مملوك، لأنه صيد هناك يعدو، وإن يكن لم ينطلق من الشبك فذاك محكوم به لمن شبك. أي أن الحيوان إن لم ينطلق من الشبك فمعناه أن الشبك هو الذي أثبته، أثبته بمعنى أنه جعله ثابتا لا يستطيع الحراك، فهنالك يكون الإحراز للمباحات، وهنالك تكون ملكيته راجعة إلى الشخص الذي شبك. ما المقصود الذي شبك؟ أي الذي أعد الشباك. فهمتم؟ وإن يكن لم ينطلق من الشبك فذاك محكوم به لمن شبك. فالظبي إن كان به حبال لو كان بالصحراء لا حلال، لأنه علامة الإمساك مرجعه يكون للشباك. يذكرون مسألة مشابهة لهذه قبل أن نشرح هذه. الآن هنالك خلايا نحل قد تكون موجودة في الجبال في الأودية ونحوها. قلنا إن ملكية خلية النحل تكون بوضع اليد عليها، كهذا الحال الذي نذكره هنا، هذه كلها إحراز مباحات. أهل العلم ينص كثير من علمائنا على هذا، تجدونه مفصلا في موسوعاتهم كبيان الشرع وقاموس الشريعة ونحوها، يقولون لو نبت شيء من الكلى من الزرع الذي ينبت بسبب مطر السماء على الأرض وليس مما ينبته الآدمي، لو نبت في أرض زيد قالوا يحق لغيره أن يأكله، أن يأخذ من هذا الكلى وأن يحرزه وأن يطعمه حيواناته مثلا، لأنه ما كان هنالك فعل من الطرف الآخر وإن كان في أرضه. هذه مسألة فيها خلاف لكنها مشهورة على هذا التأصيل. كذلك قالوا في خلايا النحل مثلا هي تطير، النحل التي في الأرض هنا في الجو هل هي مملوكة لأحد؟ ليست مملوكة لأحد. وخلاياها هل هي مملوكة لأحد؟ لا، إلا أن تظهر عليها يد التملك. فمن أعراف بعضهم، وينص الفقهاء على جواز هذا العرف، أنه لو كانت هنالك خلية نحل في شيء من الفلاة في شيء من الأودية أو الجبال وتعارف الناس على شيء، أنه من عرفها فإنه يحدث عليها شيئا من العلامات التي تدلل على ملكيته، بأن يجعل عليها مثلا بعض الستور، بعض القش عليها بالقرب منها، وأن يجعل عليها علامة معينة أنني قد حزتها، أنني قد أحرزتها. قالوا بمجرد هذه العلامة عندي قصد وعندي فعل فتكون هذه الخلية مملوكة لهذا الذي أحرزها ولا يحق لغيره أن يأخذها، وإن لم يأخذها بنفسه وإن لم يقطعها لكنه جعل عليها علامة تدلل على أنه ملكها.